الصف الثالث أن يستنتج الطالب أهمية علم الوراثة ويذكر أمثلة عن طرق الاستفادة من هذا العلم. طبعاً علم الوراثي هو علم ذو حدين. كيف يعني ذو حدين؟ يعني ممكن الإنسان يستخدمه بطريق جيد ويستفيد منه اقتصادياً ويستفيد منه من حيث مثلاً الفائدة البيئة بشكل جيد، وللأسف له أيضاً حد آخر سيء جدا. إذا الإنسان استخدمه بطريقة وبأسلوب سيء ممكن أنه يؤدي إلى خلل في البيئة، ممكن يؤدي إلى كوارث بيئية. حتى بعد ما العلماء اكتشفوا قوانين الوراثة، طبعا قوانين الوراثة قوانين كالبحر، واسعة جدا وجميلة جدا وممتعة جدا. نحن هلأ في منهاجنا لهذه السنة لدينا فقط درس الهجنة الأحادية، ولكن بإذن الله تعالى وقت اللي راح تتقدموا إن شاء الله بالسنوات راح تشوفوا أنه هذا البحث جميل جدا. عطوه هيك محبتكم ولاحظوا أنه شقد فعلا هذا البحث مميز جدا جدا. أساسا مادة العلم الأحياء أنتوا عم تحتكوا مع البيئة، عم تحتكوا مع المحيط، عم تتعرفوا على بنية جسدكم، صحيح؟ فهي مادة فعلا مادة مميزة. استطاع العلماء بعد اكتشاف قوانين الوراثة تطبيق هذه القوانين للحصول على ماذا؟ للحصول على سلالات نباتية وحيوانية. طيب معلش، هلا العلماء وقت عم يشتغلوا مشان الحصول على سلالة نباتية، ما هو المرغوب أو ما هو المطلوب من هذا الأمر؟ المطلوب أنه يصير عندهم مردود اقتصادي أكبر، صح؟ طيب إذا طبقوا قوانين الوراثة أيضا على الحيوانات، طيب ليش عم يطبقوا قوانين الوراثة على الحيوانات؟ أيضا من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على سلالات حيوانية ذات صفات اقتصادية مرغوبة بشكل أفضل. يعني ممكن يكون هالسلالة الحيوانية عم يظهر فيها مرض، إيه؟ طبقوا عليها قوانين وراثي، فبالتالي قدروا يحصلوا على سلالة مقاومة للمرض. طيب ممكن يكون هذه السلالة إنتاجها ضعيف، فأيضا طبقوا عليها قوانين وراثي فقدروا يحصلوا على سلالة إنتاجها عالي، فأيضا ماذا؟ قدروا يكسبوا اقتصاديا من خلال هذه الأمور، وهذا شيء منطقي جدا وعلمي جدا. فالله سبحانه وتعالى عندما أعطانا العلم سخر لنا العلم، سخر لنا الأرض أساسا من أجل أن نستفيد منها ونستأجل أن نعمر هذا الأرض. فإذا اكتشفنا مثلا اكتشفنا علم الوراثة بنقدر نستفيد من خلاله، بنقدر نسخر البيئة بطريقة إيجابية، ليش لا؟ الحصول على المردود الاقتصادي هو شيء طبيعي جدا، ما له علاقة إطلاقا بالسلبيات، لا، هو شيء إيجابي. في مجال النباتات مثلا كانت البندورة في عندنا سلالة أنه كتير ضعيف مقاومة للأمراض، مقاومة جدا جدا ضعيفة، إيه؟ وأيضا في عندنا سلالة أخرى، هاي السلالة الضعيف ضعيف مقاومة للمرض إنتاجها جيد، يعني بتنتج كتير بس بتمرض بسرعة. وأيضا في عندنا سلالة من البندورة بتقاوم المرض بس إنتاجها كتير قليل. فالعلماء شو عملوا؟ بكل اختصار عملوا تهجين بين هالسلالة وهالسلالة، ليش؟ مشان يقدروا يحصلوا على السلالة التي تحمل الصفات الجيدة. طيب هل هذا التهجين مباشرة أخذوا السلالة الجيدة؟ لا، هجنوا أكثر من مرة وعلى أكثر من جيل مشان قدروا يحصلوا على السلالة الصافية التي تحمل الصفات الجيدة المرغوب فيها. يعني من أول تهجين يا آنسة والله قدروا يحصلوا على سلالة بتحمل الصفات الإيجابية كل اللي بدهم إياها، لا لا لا، أول مرة وتاني مرة وتالت مرة. أول مرة طلع معاهم سلالات ضعيفة وسلالات تمرض بسرعة وسلالات مثلا إنتاجها قليل، وأيضا طلع سلالات إنتاجها عالي وسلالات مثلا تحمل صفتين سلبيات وصفة إيجابية، يعني إلى ما هنالك. فحتى يقدر يحصل على الشيء المطلوب عملوا التهجين أكثر من مرة لحتى حسن يحصلوا على السلالة الصافية. فهي السلالة الصافية اللي بدهم فيها الصفة الاقتصادية المرغوبة، وهي أنه تكون سلالة البندورة وفرك المحصول من جهة، ومن جهة أخرى تقاوم الأمراض. من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على إنتاج كبير مقاوم للمرض، فبالتالي قدروا يحصلوا على هذا الإنتاج سواء كان من البندورة أو حتى طبقوا هذا الأمر على نبات الذرة الصفراء. الذرة أيضا قدروا يحصلوا العلماء من خلال التهجين لأكثر من مرة ومن خلال استخدام قوانين علم الوراثة استطاعوا الحصول على سلالة وافرة المحصول ومقاومة للمرض. طيب هذا في مجال النبات. أما في مجال الحيوانات، في مجال الحيوانات العلماء اشتغلوا وقدروا يحصلوا على سلالات من الحيوانات وافرة
الحليب مثلا مثل الأغنام، مثلا وفرة اللحوم مثل بعض الأبقار، تمام. هذا الشيء حديثا، أما قديما سبحان الله هذا الشيء من قديم العرب. نحن بنعرف إنه في عنا الخيول، الخيول العربية مشهورة جدا، صح؟ مشهورة بقوتها ومشهورة بجمالها، مشهورة بسرعتها. فالعرب من زمان استطاعوا من خلال التهجين الحصول على سلالات، لا لا، الحصان العربي الأصيل المميز، الخيول العربية المشهورة أساسا على مستوى العالم، مميز بسرعته، مميز بقوته، مميز بجماله. وحصلوا أيضا على ماذا؟ على أغنام وافرة اللحم، أيضا حصلوا على سلالات من الأبقار، سلالات ذات حليب وفير، وسلالات أيضا ذات لحوم وفيرة، واستطاعوا أيضا الحصول على سلالات من الدجاج، دجاج وافر اللحم وسلالات وافرة البيض. طيب عند الإنسان كيف استفادوا من علم الوراثي؟ عند الإنسان استفادوا من علم الوراثي أنه قدروا يعرفوا بعض الأمراض الوراثية ما هو سببها، مثل مثلا متلازمة داروين. هلأ فيه نقطة عن صغيرة، متلازمة داروين هي نفسها المنغولية، تمام؟ المنغولية هي نفسها متلازمة داروين. طيب ما هي هذه المتلازمة؟ متلازمة داروين أو المنغولية هي عبارة عن خلل في عدد الصبغيات. طيب نحن إيش قد عدد الصبغيات عنا؟ إيش قد عدد الصبغيات يابانا في جسم الإنسان؟ إيش قد عدد الصبغيات؟ نعم أنسي، 46. نعم أحسنتي، 46 صبغي في الخلايا الجسمية في جسم الإنسان. وطبعا مثل ما بنعرف أنه كل كائن حي، مثل ما تحدثنا بدرس الصبغيات، كل كائن حي له عدد صبغيات خاص فيه. فالبشر لديهم 46 صبغية في الخلية الجسمية، أيوة 46 للإنسان الطبيعي. ولكن نعم أحسنتي زينب، بالضبط عم تحكي صحيح. ولكن بالإنسان الذي لديه متلازمة داروين يوجد عنده 47 صبغي، وهذا نتيجة خلل في التلقيح. أيوة معناته في عنا هون نحن صبغي زيادة، صح؟ 46 الطبيعي، بينما متلازمة داروين أو منغولية 47 صبغي. هذا الشيء نتج عن خلل في التلقيح. نحن قلنا أنه العروس الذكرية تأتي ب 23 كروموسوم أو 23 صبغي، كروموسوم هو نفسه صبغي، بينما العروس الأنثوية، أحسنت سيرين أيضا كلامك صحيح، العروس الأنثوية أيضا تأتي ب 23 كروموسوم أو صبغي، نفس المصطلح، تمام؟ كروموسوم يعني نفسه صبغي. طيب هلا 23 من الأب زائد 23 من الأم سيعطي 46، ولكن قد يصبح أن خلل في التلقيح فيأتي من أحد الأبوين صبغي زيادة، يعني أجا من أحد الأبوين 23، الأب الثاني للأسف أجا 24 صبغي، فنتجت البيضة الملقحة تحمل 47 كروموسوم، وهذا العدد غير طبيعي، صح؟ نحن الطبيعي عندنا 46، أما حامل المتلازمة داروين فيكون لديه 47 صبغيا في خلاياه الجسمية، وهذا الخلل يكون في الصبغي رقم 21. وأيضا هذا سؤال هام، ممكن يجينا سؤال أنه نتيجة المصاب بمتلازمة داروين المصاب بالمنغولية يكون نتيجة زيادة صبغي واحد في الصبغي رقم قد 21. أحسنتم أحسنتم، إجابات صحيحة، في الصبغي رقم 21، نعم. فإذا متلازمة داروين أو المنغولية هي عبارة عن زيادة صبغي في الشفرة رقم 21، وهذا ينتج عن خلل في عملية الإلقاح، ويصبح عدد الصبغيات عند المصاب بالمنغولية 47 صبغي. نأتي إلى ختام المنهاج في فكرة الهندسة الوراثية. طيب العلماء قدروا إنه يكتشفوا عن الوراثي، قدروا انه يعرفوا الصفات شلون عم تنتقل، سواء كان، طبعا انا بدي اقول لكم على نقطه، علم الوراثه يطبق على جميع الكائنات الحيه ولا يقتصر فقط على الانسان. علم الوراثه درس على الكائنات الحيه بشكل كبير، طبعا تم الاستفاده من هذا العلم وتم تسخير هذا العلم من اجل فائده وخدمه الانسان اكيد. الهندسه الوراثيه هي عباره عن ادخال مورثه جديده لصفه ماذا؟ لصفه مرغوبه او اكثر. ممكن صفة، ممكن أكثر من صفة، ولكن هذه صفة تكون مرغوبة للإنسان في صبغ كائن حي بغية تعديل مادته الوراثية. شوفوا شلون عملوا، مو كل كائن حي في عنده صبغيات وفي عنده مادة حمضية، مادة نووية عفوا، موجودة في الخلايا. طيب استطاعوا أن يدخلوا مورثة جديدة في صبغيات هذا الكائن الحي
مورثي إلها صفة مرغوبة، إلها صفة مطلوبة عند البشر، دخلوها على كائن حي من أجل ماذا؟ من أجل أن يعدلون مادة الوراثية. طيب مثل ماذا؟ وكيف استفادوا منها؟ أولا استطاعوا يحصلوا على الإنسولين البشري بواسطة الأغنام، فعملوا تعديل على الصبغيات عند الأغنام من أجل الحصول على ماذا؟ على الإنسولين البشري. اثنين، الحصول أيضا على الهرمونات البشرية. لدينا معلومة أن الكائنات المحورة وراثيا تخضع لمراقبة صارمة من حكومات الدول التي تنتج هذه الكائنات، يعني الكائن الذي ينتج وراثيا والذي يتم التعديل في مادته الوراثية من أجل الحصول على صفة مرغوبة، يجب أن يكون هناك قوانين صارمة جدا من أجل هذه الكائنات، لأن هذه الكائنات قد تكون خطيرة على البيئة إذا لم تضبط هذه العمليات بشكل كامل. مثل ما حكيت لكم، الوراثي علم ذو حدين، فإذا استخدم بطريقته الإيجابية فهو سبحان الله يسخر للإنسان شيء رائع جدا لخدمته لمصلحته لفئته الاقتصادية ولفئته البشرية الطبية وكل شيء. أما إذا استخدم بطريقة غلط فللأسف سيكون له عواقب سيئة جدا جدا، لذلك يتم وضع مراقبة صارمة وحدود وخطوط عريضة جدا لهذه الأمور من أجل ألا يحدث خلل في البيئة. أنا بدي أقول لكم هلأ على شغلة معلومة صغيرة، طبعا هي ما لها علاقة بالدرس، ولكن أول ما اكتشف الإنسان، أول ما جرب الإنسان في علم الوراثي، قدر أنه يحصل على نعجة اسمها، مين بيعرف؟ مين عنده فكرة؟ نحن بنعرف أنه الأغنام تتكاثر جنسيا، صح؟ لازم يكون في عنا ذكر وأنثى، وبالتالي يصير عنا ولادة لكائن جديد، لنعجة جديدة. قدروا أنه يحصلوا على، من خلال تطبيق علم الوراثي، على نعجة من دون ما يكون في عنا تزاوج، من خلال تكاثر خلية واحدة، إكثار خلية واحدة. وهذا الشيء تم بإحدى الدول العلمية، وكان اسم النعجة، مين بيعرف؟ كان اسم النعجة دولي. أها مرام، أحسنتي يا مرام، أحسنتي، كان اسم النعجة دولي. طبعا قدروا علم الوراثي من خلال أن اكتشفوا وجود صبغيات معينة في هذه الكائن الحي، فقدروا ياخذوا خلية جسمية من النعجة، وقدروا أنه سبحان الله نتيجة عمليات وراثية وعلمية ومعقدة جدا أنه يصير في عندهم نعجة جديدة من إكثار خلية واحدة، سبحان الله. طبعا هذه الأمور مثل ما قلت لكم لها حدين إيجابي وسلبي، فإذا تم استخدام علم الوراثي بالطريقة الصحيحة فهو جميل جدا ويفيد الإنسان بكل النواحي اقتصاديا وعلميا وإلى ما هنالك. أما إذا تم استخدامه بطريقة سيئة فللأسف سيكون له آثار سلبية على البيئة، سواء كان المحيط أو سواء كان على حتى البيئة الكاملة للكرة الأرضية. التقييم رقم 3، لماذا نشاهد يا منيرة، لماذا نشاهد أصنافا مختلفة من الليمون والبندورة والذرة؟ بسبب تطبيق قوانين الوراثة على هذه السلالات من أجل الحصول عليها. من أجل الحصول على سلالات صفة اقتصادية مرغوبة. نعم، أحسنتي، جزاك الله خيرا، بالضبط، من أجل الحصول على السلالات الاقتصادية المرغوبة، الصفات الاقتصادية المرغوبة، يعني الليمون، البندورة، الذرة، إنتاج وفير مثلا، مقاوم للمرض مثلا، انه مثلا اذا كان النبات حمضي انه يكون ماء مثلا، هاي الفاكهة او هذه الخضار عالي، الحبة بيكون شكلها افضل. من اجل الحصول على سلالات ذات صفات مرغوبة اقتصاديا تم تطبيق قوانين الوراثة على هذه السلالات، وبالتالي نشاهد اصنافا مختلفة من الليمون والبندورة والذرة. التقييم النهائي، ما هي فوائد الهندسة الوراثية؟ تفضلي يا نغم. الحصول على نباتات وحيوانات ذات صفات مرغوبة، والحصول على مواد طبية تفيد الإنسان مثل الأنسولين البشري بواسطة الأغنام، والحصول على هرمونات النمو البشرية. أحسنتي وجزاك الله كل خير. ما سبب الإصابة بمرض المنغولية؟ من سيتحدث؟ تفضلي يا سيرين. سبب زيادة صبغة واحد في شفع 21، فيصبح عدد صبغياته 47 صبغيان. السبب يعود إلى ماذا؟ خلل في التلقيح. أحسنتي وجزاك الله كل خير، بالضبط، المنغولية هو عبارة عن زيادة صبغي واحد بيزيد بالشفع رقم 21، فبالتالي يؤدي إلى أن الصبغيات يصبح عددها 47، يزيد عن الطبيعي بصبغي واحد، صح؟ وهذا الأمر نتيجة خلل في التلقيح.